anapiga mpira wa adhabu unapigwa kuelekezwa katika lango la timu ya Yanga داخل بشماله صبري رحيل داخل لكن يسيب على عبد الله حلوه وهي وهوبا وهي وهوبا الله 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 حلوه بدايه طيبه ومشجعه ورائعه ربنا يكرمك يا عمرو يا جمال ربنا يكرمك وانتوا يا ناس يا شماريخ انتوا يا ناس يا شماريخ بطلوا الشماريخ لكن حلوه 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 عمرو جمال روعه الروعه اتعملت بإفيه عالي قوي من مارتن يول ده اكيد ميز علينا كلنا صبري رحيل افتكرناه هو اللي هيرفع لكن دخل والولد الجميل عمرو جميل براسه في سقف الشبكه تعتلي الدنيا كلها وتبقى الهدف الاول للنادي الاهلي الله عليك يا عمرو يا جمال الله عليك يا عمرو يا جمال ركب الكوره وراح ركب مارتن يول واخده بالحب حلوه 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 الهدف الاول للنادي الاهلي في الدقيقه 11 حاجه جميله جدا جدا للمارد الاحمر روعه الروعه يا عمرو يا جمال كلنا يا ابني سعداء بيك لان انت ان شاء الله امل مصر في هذه المنطقه باذن الله منطقه المهاجم المبدع عمرو جمال عمرو جمال في الدقيقه 11 جميله 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 بص الافيه ادي الافيه وادي الايه وادي وادي الايه وادي ضربه الراس روعه الروعه روعه الروعه زقها زقه برقبه الزلموكه اهي اهي بص اقع على الارض ما يهمش اللي وقع المهم اللي حط والافيه الجميل يا سلام عليك يا عمرو يا جمال روعه 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 في بدا يشتغل بدا يشتغل خطيره يا نهار ابيض وهدف ذاتي لسه بقول لحضراتكم يانج افريكانز بدا يشتغل واضح جدا 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 من اداء وادي الجماهير العريضه احمد حجازي عايز يلم الكوره ما كانش فيها اي خطوره ولكن مؤكد عايز يطلعها لبره قلشت منه دخلت المرمى ومرمى شريف اكرامي وهدف ذاتي هارد لك يا احمد يا حجازي عامل ماتش جيد لغايه دلوقتي الدقيقه 19 اذا لغايه الدقيقه 19 1-1 هدف عمرو جمال في الدقيقه 11 وهدف احمد حجازي في الدقيقه 19 هارد لك يا احمد الحاجات دي طبعا بتزعل اللاعب لكن لازم يتخلص بسرعه جدا من احساسه بالذنب مفيش مشكله على الاطلاق لكن لسه بقول لحضراتكم الفريق التنزاني بدا يتماسك بيبان من النقلات بيبان من